السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة المستوى السادس ابتدائي، إذا من بعد ما درت معكم فروض النشاط العلمي اليوم جاء الدور على اللغة الفرنسية، وغادي نبداو بالضبط باللا كومبريونسيون دو ليكخي اللي هي فهم المقروء. صافي، عندنا لو تكست وعندنا سي كيستيون غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بتأني وبوضوح، وغادي نشرح لكم مزيان هذا الشيء. اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، والمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناه كنرحب بكم مجددا، وادعوكم لكي تشاركوا القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم باش تعم الفائده ويكونوا اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. اذا لو تكست هو هذا لي زافونتاج دو لا تكنولوجي مودرن، وهذا عندنا ستادي لكاست هنايا فهاد فهم المقروء كومبريونسيون دو ليكري. صافي، دونك انتبهوا معايا. اولا غادي نقراو لو تكست. لي زافونتاج دو لا تكنولوجي مودرن، الايجابيات ديال التكنولوجيا العصريه. ليفولوسيون دو لا تكنولوجي مودرن، تطور التكنولوجيا العصريه. ا شانجي نوتر فاسون دو فيفغ، غير طريقه ديال الحياه ديالنا. داكوغ. اها، اون افي غراس ا لا سيونس، يعني بفضل العلم. لا تكنولوجي مودرن، التكنولوجيا العصريه. ا ايفولوي تري رابيدمون، يعني تطورت بشكل سريع. دورون سي ديرنييغ اني، خلال هذه السنوات الاخيره. اي ا ابورتي دي شانجمون دون نوتر في، ودخلت واحد التغييرات كبيره على الحياه ديالنا. دي شانجمون بينيفيك، يعني تغييرات اللي هي مفيده. كيل سون لي زافونتاج كو بريزونت لا تكنولوجي مودرن، شنو هما، ما هي الإيجابيات التي جاءت بها التكنولوجيا العصرية؟ هذا هو السؤال. L'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme. التطور ديال التكنولوجيا هو مفيد بالنسبة للإنسان. Pour plusieurs raisons. لعدة اعتبارات. D'abord, أولا, il facilite notre vie. يعني كيسهل الحياة ديالنا. En mettant à notre disposition différents appareils. التكنولوجيا كتحط في يدينا بزاف ديال لي زاباري، بزاف ديال الآلات. كي نوزيد، اللي كيساعدونا dans notre travail. في العمل. مال ديالنا. اي نو فون غانيي ان طون بريسيو، او كيساعدونا باش نربحوا الوقت اللي هو ثمين. فاين باش كنستعملوه ولا كنديروا به الهوايات ديالنا؟ دون نو لوازير، في لا ليكتور، في القراءه. اي لابرونتيساج، والتعلم. دو بلوس ايضا، دي انفونسيون انكرويابل، يعني اختراعات اللي هي رائعه. ريبريزونت دي بروغري ماجور، تعتبر من التطورات اللي هي الكبيره. باغ اكزومبل، مثلا دون لو دومين ميديكال، مثلا في المجال الصحي. دي زاباراي ميديكو مودرن، يعني اجهزه طبيه جديده وكذلك عصريه. اون سوفي، هاد الاجهزه قدرت انها تنقذ ملايين ديال الامراض. اي اون ايدي ا كومباتر، وساعدتنا باش نكونوا ضد لي فيروس اي لي باكتيري، الفيروسات والبكتيريات. دو ميم L'invention de l'ordinateur, اختراع الحاسوب, a marqué une évolution importante. يعني حتى هو كان واحد التطور اللي هو كبير بزاف ومهم بزاف. De la technologie, ديال هاد التكنولوجيا, car cette machine peut supporter des heures de travail interminables. حيت هاد الآلة هادي اللي هي الأورديناتور ممكن تستحمل ساعات وساعات من العمل لا منتهي. Puis, La technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. La technologie al-haditha ou al-asriya est notre fenêtre, هي النافذة ديالنا. Vers le monde extérieur, يعني تجاه العالم الخارجي. صافي، تجاه العالم الخارجي. دونك هذا هو لو تكست، انا حاولت نشرح لكم باللغه العربيه وكذلك باللغه الفرنسيه. نحاولوا الان نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا هنا. دونك كومبريونسيون دو ليكري، لا بروميير كيسيون، كيلي لو تيتر دو سو تكست. لو تيتر، دونك لو تيتر، العنوان اللي هو هذا هو. دونك نكتب لو، تابعوا معايا، لو تيتر دو سو تكست اي لي زافونتاج de la technologie moderne.
Les avantages de la technologie moderne ou ouais, le titre. La deuxième question. Grâce à quoi la technologie moderne a-t-elle évolué? يعني بفضل ماذا هذه التكنولوجيا الحديثة أو التكنولوجيا العصرية طورت؟ بفضل ماذا؟ هي رجعنا لو تكست. Grâce à la science, ça fait. Hein? Grâce à la science, la technologie moderne a évolué très rapidement durant ces dernières années. Tu vois, Kamel? Donc, grâce à la science, donc l'ilm. بفضل العلم لا تكنولوجي مودرن a évolué très 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 rapidement durant ces dernières années. Ça fait? بفضل العلم قدرات هذه التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا العصرية أنها تتطور وتزيد تطور. دوزو لا تخوازيام كاستيون كابورت لا تكنولوجي مودرن دون نوتخ في. دونك شنو عطاتنا هذه التكنولوجي دون نوتخ في؟ شنو دارت؟ شنو التغييرات اللي دارت؟ هذه لا تكنولوجي a apporté des changements. دارت تغييرات، تغييرات في الحياة ديالنا et des changements bénéfiques. والتغييرات هما تغييرات نفعية ولا مفيدة، صافي؟ نحاولوا نجاوبوا. دونك إلا technologie elle a apporté quoi des changements elle a apporté des changements dans notre vie des changements bénéfiques. Des changements bénéfiques. Question 4 maintenant. En quoi l'évolution de la technologie a-t-elle été bénéfique à l'homme? Donc, بيش هي هاد التكنولوجيا مفيدة للإنسان. بيش. La technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. بالنسبة بزاف ديال الاعتبارات. أول حاجة, il facilite notre vie. Il facilite notre vie. كتسهل الحياة ديالنا. صافي. كتسهل الحياة ديال الإنسان. Donc, pour plusieurs raison pour plusieurs raisons telles مثلا حنايا ناخذ مثال ديال elle facilite notre vie. صافي تسهل الحياه ديالنا. صافي question 5 quel domaine s'étend dans le texte. شنو هو المجال اللي جبدناه في هذا لو تيكست هذايا؟ دونك المجال هو المجال الصحي. لو دومين ميديكال. صافي اون بارل ici dans le domaine médical. دونك le domaine médical. دونك هو دومين اللي هو الصحي. صافي المجال الصحي. دوزو لاخر كيسيون 6 كيل اكزومبل دونتون. شنو هو المثال اللي عطاونا في هذا لو تيكست على هذا لو دومين ميديكال؟ On a donc les appareils, hein, des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de maladies ou bien de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. D'accord? Donc, c'est l'exemple, c'est le mythe. Donc, on va voir des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions bien de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. دونك بهذا غادي نكونو كملنا هاد الفيديو اللي كان كيخص فرد من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة الدورة الثانية وبالضبط لا كومبريونسيون دو ليكري بور لو نيفو 6ام اني دو لونسينيمون بريمير. خليتكم على خير. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.